هكذا كان المشهد في سابع جمعة على التوالي. المسيرات تتواصل بالعاصمة وولاية أخرى. مواطنون من مختلف الفئات والأعمار لم تمنعهم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الخروج والتظاهر. الشوارع اكتظت والحركة توقفت، لكن مطالب المتظاهرين تأبى التوقف. ما نستعرفوش بالحكومة هذه اللي داروها، بس غير الشرعية ان توكا. الشعب راه يطلب تغيير جذري نتاع النظام، اسقاط النظام وبناء دولة القانون ودولة الديمقراطية. فرحيل الرئيس بحسب هؤلاء لا يكفي. المتظاهرون يهتفون برحيل عاجل لرجالات محسوبين على الرئيس المستقيل. استقالة الرئيس وحدها لا تكفي، الشعب يريد وجوه جديدة شابة ذات كفاءة، بعيد عن الجهوية، بعيد عن العروشية. مطالبة برحيل كل من تسببوا في المأساة التي يعرفها الشعب الجزائري. كل من شارك وكان دعم هذا النظام في الفساد وأدى البلاد إلى الإفلاس عليه أن يعلم أن يرحل. في مسيرة اليوم وعلى غرار سابقتها، الشعارات تعددت وتنوعت لتعكس التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة السياسية الأسبوع المنصرم. مواطنون يطالبون باستبعاد ما أطلق عليهم بالباءات الأربعة، فالشعب اليوم وحده من يقرر. ممكن باش يكون النظام هو اللي يدير المرحلة الديمقراطية، لأن هذا يعني استرجاع تاع السلطة تاع النظام، فلا بد بالذهاب إلى الجمهورية الثانية بهذه الشعارات الذكية، وهو أن الشعب هو مصدر كل سلطة. نتمنى يتنحوا كامل باش يجي الدولة جديدة، إن شاء الله الدولة جديدة تسقم البلاد. عندنا دستور الله يبارك مليح ياسر، بصح كي نشوفوا أرض الواقع ما نلقاو حتى شيء، كاين فجوة كبيرة بين الواقع وبين ما هو مكتوب. وسط مسيرات سلمية حضارية، المتظاهرون ينادون بإحداث القطيعة مع النظام القديم، ويطالبون بعهد سياسي جديد قوامه العدالة الاجتماعية تكفلها دولة الحق والقانون.